فوزي القجع يتشبث بقراره وكبرانات الجزائر تواصل تعنتها. تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسطنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي استجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير والرابع من فبراير 2023 للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسطنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقلة الرسمي للمنتخبات الوطنية. الجزائر تقحم الرياض في السياسة وتجعل نفسها في موقف لا يحسد عليه. الإقجاع يربح النزال، والجزائر تبين على مدى حقدها وضعفها أمام المملكة المغربية الشريفة. ربما يعود هذا التعنت لأن المنتخب المغربي هو الفائز في الدورتين الأخيرتين من بطولة إفريقيا للمحليين. بما أن الجزائر هي البلد المضيف لهذه الدورة، فالمنتخب المغربي يشكل عليها ضغطا رهيبا. الجزائر تريد أن تفوز بهذه النسخة التي تنظمها على أراضيها، منتخب لديه من اللاعبين الذين يمكنهم أن يلعبوا في أعلى المستويات الأوروبية، لاعبون كانوا مع المنتخب الأول الذي وصل للمربع الذهبي بين الأربعة الكبار في مونديال قطر سنة 2022. الجزائر تبين على ضعفها أمام الدولة المغربية وأمام المنتخبات المغربية. نسأل الله أن يشافيكم من حقدكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.